راح نتحدث بقضية عن التنمر يلي يحصل بين الأطفال في المدارس، مو فقط بمرحلة الابتدائية، حتى بالمتوسطة والإعدادية. هذه أكثر مرحلتين يلي يحدث بها هذا الموضوع اللي هو التعنيف والتنمر. هذا الموضوع أو هذه القضية راح تترتب عليها كثير من الأحداث ممكن تأثر على نفسيتهم وحتى جسدهم من التنمر والعنف اللفظي والجسدي يلي يحصل من الطلبة على بقية الزملاء. بالإضافة دكتور كريم الترابي بهذه الفقرة تحديداً اللي هي كل مشكلة وإلها حل راح يحدثنا عن موضوع جداً مهم وهو استخدام الأسلحة البيضاء أي المواد المخدرة بالمدارس، وهذه القضية هي مشكلة بل كارثة بحد ذاتها. فإحنا شلون اليوم ممكن نحد من هذه الظاهرة؟ شلون نتعامل مع هذا الموضوع إذا حدث بين الطلبة؟ يعني مثل ما ذكرت هذه كارثة مجتمعية مو فقط بالمدارس، راح ترتب هواية من المشكلات عليها. وأنا أتمنى كل شخص يشاهدنا يعاني من هذا الموضوع، سواء التنمر، التعنيف أو استخدام الأسلحة البيضاء بالمدارس، يتصل بينا إذا يعاني من هذه القضايا ويطرح مشكلته على الدكتور كريم الترابي حتى بالتالي ينطي الحلول الممكنة يلي يستفاد منها. إذا بداية وقبل كل شيء يسعد صباحك دكتور كريم وحياك الله. عليك يا حسناء، جميلة، شكرا جزيلا. وعلى كل مشاهدي قناة رشيد الفضائية أينما كانوا، وإن شاء الله يوم سعيد جديد على الجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا لك وعلى المعنويات المرتفعة اللي دائما نستمدها من خلالك بهذه الفقرة. إذا دكتور، اليوم موضوعنا هو جدا مهم عن التعنيف والتنمر يلي يحدث للأسف بالمدارس بكافة المراحل يلي يعانون منها الطلبة، وأيضا الموضوع يلي راح تتطرق إلى جنابك هذه مشكلة كبيرة اللي هي استخدام الأسلحة البيضاء المواد المخدرة بالمدارس. فراح أترك الجو إليك حتى تحدثنا عن هذين الموضوعين، تفضل. بداية حسناء، أنا أنطلق بأنه خلينا نجي ناخذ المسألة بشكل عام أول. طيب. اللي هو العنف بالمدارس، لأنه استخدام الأسلحة البيضاء وحتى المواد المخدرة وغيرها هي جزء من هذه العملية. صحيح. فالعنف، خلينا نيجي نعرف العنف، هو كل سلوك يلحق الأذى والضرر بالآخر، سواء كان لفظيا أو جسديا أو نفسيا. طيب، هذا تعريف العنف. لما نيجي اليوم نتكلم على العنف في المدارس، طبعا هذه الظاهرة هي جزء من عدة مشاكل يعاني ملعدها الواقع التعليمي، ليس فقط في العراق ولكن في أغلب البلدان العربية. صحيح. ولكن احنا نتكلم على العراق حصرا. هي جزء، أكرر، هي جزء من عدة تحديات تواجه الواقع التعليمي. طيب، لما نيجي اليوم نتكلم على العنف في المدارس حصرا، حتى يكون هو ضمن موضوع حلقة اليوم. العنف في المدارس يقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية. طيب. اولا عنف الطالب ضد الطالب. طيب، صوتي مسموع؟ مسموع حسنا. مسموع واضح دكتور، تفضل استمر. عظيم. اذا عنف الطالب ضد الطالب قلنا، عنف الاستاذ ضد الطالب، صحيح، وعنف الطالب ضد الاستاذ. وايضا اقدر اضيف يعني نقطة أخرى، وهي عنف الطالب ضد نفسه هو، يعني العنف الذاتي، يعني الطالب يضر نفسه هو. طيب. بس بشكل رئيسي المتداول على المتعارف عليه بأنه الثلاث أنواع اللي ذكرتها. طيب. أقدر أكمل لو عندي سؤال؟ لا، سمر دكتور، سمر. عظيم عظيم. إذا نجي على أول نقطة اللي هي عنف الطالب ضد الطالب. ما هي العوامل المؤثرة في هذا الموضوع؟ العوامل المؤثرة في هذا الموضوع اللي هي البيئة، يعني أين نشأ الطالب وأين تربى، في مدينة، في قرية، في
كل البيئة تلعب دور أساسي ومهم في هذه المسألة. النقطة الأخرى اللي هي التربية، يعني أين تربى هذا الطالب؟ البيت، الأبوين ماذا زرعوا في هذا الطالب؟ يعني ايش علموا هذا الطالب؟ أيضا هاي نقطة مهمة جدا يجب الأخذ بها بنظر الاعتبار. النقطة الأخرى اللي هي حالة الطالب، يعني سواء كانت حالته الجسدية أو النفسية، وإضافة يعني إلى بشكل عام. يعني بعض الطلاب اليوم يعني بسبب شكله وبسبب هدوءه وبسبب يتعرض إلى التمر من قبل الآخر، منهم يشوفوه يعني هو ضعيف، فأيضا يتعرض إلى التنمر. المسألة الأخرى أو النقطة الأخرى اللي هي قلنا طبعا مسؤولية مواقع التواصل، يعني اليوم مسؤولية مواقع التواصل تلعب دور كبير في نشر العنف. السوشيال ميديا، اليوتيوب تلعب أيضا دور أساسي ومهم في عملية العنف. هاي أبرز النقاط اللي تتعلق الطالب بالطالب، تتعلق بعنف الطالب ضد عنف الطالب الآخر. اليوم عندنا عنف الطالب ضد، النقطة الأخرى عنف الطالب ضد المدرس. العنف الطالب ضد المدرس طبعا هذه الظاهرة منتشرة بشكل يعني أكثر فعالية في مدارس، في المدارس الإعدادية. ليش في المدارس الإعدادية؟ لأنه الطالب في هذه المرحلة يحس بنفسه بأنه هو كبر، يعني ما يقبل التعنيف. خصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار مثلا أحد المعلمات تجيب الكتاب وتضرب على رأس الطالب مثلا، فهذا الطالب حقيقة بعدم ارتياح، يعني يشعر بتجريح كرامة، يشعر بتحدي. فمثل ما قلت يعني هاي الأستاذ الطالب ضد الأستاذ اللي تنتشر في المدارس الإعدادية أسبابها أيضا القصور التربوي والأسري، والذي يلعب دور مهم جدا في توعية الطلاب وسائل الإعلام، لأنه الطالب في هذه المرحلة يبدي أيضا يركز على وسائل الإعلام. بالمناسبة يعني نقطة مهمة جدا، الطالب في هذه المرحلة يبدي يركز على وسائل الإعلام ويتابع ويشوف ويطلع وما إلى ذلك. أكو نقطة جدا مهمة يعني غايبة قد يكون على 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 الكثير من حتى المشاهدين وحتى على القائمين بالهيئات التربوية، بأنه اليوم احنا عدنا حصص الرياضة والتربية الفنية. طبعا ذن الحصتين لا تستغل بشكل صحيح، يعني اليوم الطالب ما يقدر يمارس رياضته بشكل صحيح ولا يقدر، يعني سواء كانت عن طريق الفن او عن طريق الرياضة. شنو اللي يصير؟ اللي يصير بأنه اذا كان اكو تقصير في مادة من المواد يصار الى انه تأخذ حصة التربية الفنية والتربية الرياضية لتعوض النقص في تلك المادة. طيب شنو اللي يصير بانه هذا الطالب اليوم لما تجي هو عنده طاقه، يريد يحرق هذه الطاقه، سواء كانت على المستوى البدني او على المستوى الذهني. طيب لما تجي انت تحرمه من هذا الدرس المهم، طيب وتنطي يعني حصه اخرى، الطالب يحس نفسه لا يعني اكو شيء مو طبيعي، اكو شيء مختل. فايضا هذا الجانب يساعد ايضا في تنميه العنف. نقطة مهمة جدا بأنه عدم الاهتمام من قبل بعض الأساتذة. يعني أنا أكرر وأقول وعبر قناتنا الكريمة قناة الرشيد الفضائية ودائما أقولها، بأنه أنا لما أطرح أقول أكو حالات، هذا لا تعني التعميم، يعني أكو حالات، أكو نسبة من الأساتذة ما يعير الطالب ولا تعير المدرسة ولا يعير بأنه يؤدي واجبه بشكل صحيح، اللي هم بأنه يجي نهاية الشهر حتى يأخذ راتبه وحتى يدفع يعني مستلزماته وأموره الحياتية. طبعا هذه النقطة مهمة جدا. ليش؟ لأنه من يكون غياب الاهتمام الطالب راح يشعر أيضا يعني أكو شيء مو طبيعي، يعني أكو تقصير، يعني يحس الطالب بأنه لا، بأنه حقه مغدور. طيب نقطة أخرى تأثر أيضا في النقطة الأولى اللي ذكرتها والنقطة الثانية اللي هي التفاوت المجتمعي. يعني شو التفاوت المجتمعي؟ يعني الغني والفقير، المدارس الأهلية
والمدارس الحكوميه. طبعا اكو فرق بين المدارس الاهليه والمدارس الحكوميه، يعني المشاهد الكريم اليوم على اطلاع واسع بما يجري طبعاً. يعني صح. المدارس الاهليه تفرق يعني الاهتمام والرعايه اكثر والتنظيم وما الى ذلك، مع كل احترامنا للمدارس الحكوميه. فايضا هذه النقطه التفاوت الطبقي والقياس، بحكم احنا يعني عقلنا وخصوصا العقل العربي والعقل العراقي بين قوسين هو عقل قياسي او عقل يقارن. يعني اليوم انا اقارن بين مدرستي والمدرسه الاخرى، فايضا هذه النقطه تلعب دور مهم جدا في هذا الجانب وفي تغذيه هذا الجانب. طيب عندنا نقطه اخرى او العنف الثالث اللي هو عنف الاستاذ ضد الطالب. عنف الاستاذ ضد الطالب، شنو اللي يصير في هذه النقطه؟ النقطة بأنه الأستاذ يجي يعكس مشاكله اليومية أو مشاكله الحياتية، وين يعكسها؟ يجي يعكسها على الطالب، يفرغها بالطالب. صح، الطالب اليوم مثلا عنده مشاكل بالبيت، عفوا الأستاذ عنده مشاكل بالبيت على المستوى العائلي، فشنو اللي يجي يسوي؟ لأنه يجي يعكس هذه المشاكل الزوجيه كانت او اجتماعيه او غيرها، يجي وين يجي يعكسها؟ يجي يعكسها على الطالب. طيب حتى صوتي واضح؟ واضح جدا، استمر دكتور. عظيم جدا. طيب فالاستاذ يجي يعكس هذه الحاله على من؟ يجي يعكسها على الطالب. يعني حتى يثبت وجوده، حتى يعوض الضعف اللي يعاني بالبيت من يعكسه من خلال المدرسه ومن خلال تعامله مع الطلاب. النقطه الاخرى بانه اللي يعني انا اشوفها مهمه، بانه الاستاذ يريد يثبت جدارته. يعني شنو يثبت جدارته؟ سواء كان على المستوى التعامل مع الطلاب او على حتى على مستوى الاسئله. يعني شنو على مستوى الاسئله؟ يعني اليوم الاستاذ شو يسوي؟ يجيب اصعب الاسئله يحطها للطالب، ليش؟ حتى يبرز بانه، حتى يعكس الصوره بانه هو متمكن من الماده اللي يدرسها او متمكن حتى علميا وما الى ذلك. فهذه النقطه ايضا مهمه جدا من بعض الاخوه الاساتذه اللي يحاول بشكل او باخر بانه يعني يعكس الحاله اللي هو يعكسها على الطالب. طيب هذا ابرز النقاط الثلاثه اللي ذكرتها. خلي اجي اخذ النقطه الاخيره اللي هي نقطه العنف الذاتي او عنف الطالب ضد نفسه. شنو اللي يصير؟ اللي يصير بانه بعض المرات الطالب يعني عالم ضغوطات، سواء كان على مستوى المدرسه او على المستوى الاجتماعي او على المستوى العائلي. فشنو اللي يصير؟ اللي يصير بانه هذا الطالب يجي يعكسها على نفسه. من خلال يجيب مثلا المرات يطلع مثلا الاله الجارحه مالته ويجي ايضا يجرح بنفسه وما الى ذلك. هذه النقطه ايضا احد من النقاط المهمه اللي تندرج تحت العنف في المدارس. حسناء، اذا اكو اي استفسار او اي سؤال او شيء اخر. بس الدكتور حاب انوه على انه ارقامنا راح تظهر باسفل الشاشه، مشاهدينا صار واضح عندكم موضوع حلقتنا او محورنا تحديدا بفقره كل مشكله ولها حل. اذا تعانون من هذا الموضوع او هذه المشكله يا ريت تتصلون بنا وتوجهون قضيتكم او مشكلتكم لدكتور كريم التراب، واكيد ما راح يقصر وياكم. بس دكتور اني استوقفتني نقطه بالانواع اللي ذكرتها، يمكن كلها ما لها مبرر، فقط اللي استوقفتني نقطه اللي هي العنف الحاصل من قبل الطالب للاستاذ. ألو. وهذا كله بسبب دكتور انا سمعك تسمعني؟ انقطع الخط. اي نعم تمام. استوقفتني نقطه اللي هي التنمر الحاصل من قبل التلميذ او الطالب للاستاذ. طبعا ممكن يكون لها مبرر، وهي خاصه بوقت الاعداديه الطالب هنا راح يكون بمرحله المراهقه خاصه الشاب، فما راح يسمح لأي شخص بأنه يعنفه أو يتنمر عليه، يحسها صعب الموضوع خاصة كشاب. نعم. عراقي. لا، لأنه جاي يجي اتصال من أحد الأشخاص. تسمعني دكتور؟ ممتاز. نعم.
النقطة اللي أنا ممكن حبيت أكثر أدقق وأعلق عليها التنمر الحاصل من قبل الطالب للأستاذ، لأن كنا نعرف بمرحلة الإعدادية الطالب يمر بمرحلة مراهقة. اسمعني دكتور، دكتور كريم صوتي واضح؟ أعتقد أكو مشكلة بالاتصال مع دكتور كريم الترابي. اوكي هسالو وياك، هسالو. ممتاز ممتاز. راح ارجع واكرر النقطه اللي ممكن اني لفتت نظري وحبيت اعلق عليها اكثر، وهي التنمر الحاصل من قبل الطالب للاستاذ، لان كنا نعرف خاصه بمرحله الاعداديه الشاب هنا يمر او الطالب بمرحله مراهقه، فما يسمح لنفسه بانه يتعرض للتنمر للتعنيف حتى ولو كان من قبل الاستاذ. اكيد هذا الاسلوب او التعنيف او التنمر من قبل الاستاذ اللي هو بمقام والده او عمه او خاله ومقبول جملة وتفصيلا، لكن يمكن هذه أكثر نقطة حسيت بها تبرير للطالب بأنه ما يسمح لنفسه بأنه يكون أكو تنمر من قبل الأستاذ إله، وبالتالي لكل فعل ردة فعل. فهذه أكثر نقطة حسيت بها مبرر للطالب بأنه أنت حتى ولو أستاذي ما ممكن تعنفني، ما ممكن أنت تعاملني بأسلوب أني ما أقبل على نفسي كوني شاب بمرحلة المراهقة، وتعرف تفكير شبابنا بمرحلة المراهقة ما ممكن يتقبلون هذه التصرفات والأساليب. نعم، لأنه الشاب يعني أكرر أقول بأنه إحنا للأسف يعني طريقتنا في التدريس اللي هي طريقة التلقين. صح. طريقة التلقين يعني شنو؟ يعني يجي يوم المدرس ينقل المادة مالته يلقنها للطالب ومن ثم الطالب يحيط. طبعا هذه يعني الطريقه بالتعليم اللي لا زالت للاسف مستمره في مدارسنا طريقه قديمه. اليوم طرق التدريس الحديثه وحتى موجوده في طرائق التدريس اللي يدرسون حتى يصيرون مدرسين، موجوده في طرائق التدريس اليوم اكو طرق جديده. كيف انت تتعامل مع الطالب؟ كيف انت تقدر تخلق جو من الحوار مع الطالب؟ اليوم صح. الطالب ما تيجي انت تلقنا. لا اليوم الطالب ما تيجي تلقنا. اليوم الطالب انت يجب ان تخلق جو من الحوار، ان تعطيه فرصه للابداع. يعني حتى انت تجي مثلا تخلق جو من الالفه، تخلي الطالب يشترك وياك بصناعه المعلومات. يعني انت اي نعم تعطي المعلومات، اي نعم تساعده، ولكن تترك للطالب ايضا الفرصه بانه ينطلق. طبعا اليوم هاي النقطه مطبقه، يعني اللي هي يعني انا حتى سجلتها، اللي هي يحاولون طبعا يطبقوها اللي هي S5، يعني الخطوات الخمسه اللي تتضمن الانخراط والاستكشاف والشرح والتوسيع والتقييم. طبعا هذه النقاط يجب ان تطبق بشكل صحيح. حتى شنو؟ حتى نجي نكسر هذا الجمود بالواقع الدراسي ونخلق جو من الالفه، جو من المشاركه، جو من الابداع بالنسبه للطلاب. اليوم اللي يهمنا بانه الطلاب لازم يبدعون في موادهم الدراسيه. كيف طيب. يبدا الطالب دكتور كريم، عذرا على المقاطعه لكن عندنا اتصال على الويتنج من ام كروان. يسعد صباحك ام كروان. صباح النور، صباح الخير عليك وعلى استاذ كريم. يا اهلا وسهلا. على الكاتب كلهم. شكرا جزيلا لك. عرفتي موضوع محورنا؟ اي والله عرفت. تفضلي. حبيت اشارك طبعا. الموضوع التنمر الولاد هي موضوع كلش عجبتني، يعني انا هسه راح احكي ولو هي ما تطرقت ليش انا راح اتطرق ليها. كان قبل الطالب يعني زمننا احنا كان الطالب والمدرس والاداره لهم اهتمام، حتى من الاهالي. صحيح كانوا شويه شتمه، مثلا كانت اكو هناك مثلا عيد الطالب، من كان يصير عيد الطالب احتفالات والمدرس او المعلمه المرشفه مال الصف تجيب هدايا للطلاب المتميزين والاحتفالات مال والمواهب مالتهم بنفس اليوم. مثلا شوف طالب عنده موهبه، انا يعني بزمني انا اتذكر هاي احكي بالثمانينات، كنت انا مثلا اشوف الطالبه مثلا يشجعوني على شو مثلا على الرسم. مثلا انا احب الرسم، المعلمه شو تسوي؟ تقول انت تحبين ايدك انت تسوي مثلا مجموعه من الرسومات وطبعا يدقوها بالمدرسه هاي اللوحات مال الطالب والتوزيع ماله
جنب هالحالة الطالب يشجع أكثر طبعاً. يشوف الاهتمام من يشوف الوعي من الدراسة إلى الطالب طبعا يشجع حتى التدريس يعني هسه حتى التدريس من مثل قبل. شنو اللي اختلف أم كروان؟ شنو اللي اختلف برأيك؟ يعني هذا لأني أسرع الطالب زين شنو الطالب من يجي يشوف المعلم أنا أتذكر والله العظيم المشرف او مع اي مدرسه شاشات من تجي تدرسنا تجيب وياها مثلا ماده الحلويات خاصه ان غير الطلاب الابتدائيه بالبدايه بعد عندهم خوف وعندهم والله العظيم اتذكر والله العظيم كانت المرشده مالتنا تجيب وياها حلويات بشديد الطالب مثلا مو يقوم يجاوب تنطي نوع من الالفه المحبه الجو العائلي مثلا شيء حلو صح والله صح. العظيم هاي ابد ما انسى بس كان كلها راحت زين شنو اللي اختلف سبب هذا الاختلاف بين الوقت السابق والوقت الحالي؟ يعني حتى في حالة الرياضة ما في ما في تدريسهم الو للاسف فعلا فهمتك ام كروان رسالتك يعني وصلت يعني طالب بعد منين يجي يشوف مش بس قرايه سابه كان ما كانت استراحه او استراحه للطالب صح للاسف كل شيء حلو للطلاب مثلا بيوم هاي 10 دقائق هو للاسف ام كرمان كل ما الوقت دا يتقدم احنا نرجع لي ورا بكل شيء خاصه إيه كعراقيين للاسف والله كان قبل حلو والله العظيم بس كانت التكنولوجيا ماكو ولا يا ماكو بس كانت احلى والطالب يكتب يكتب صحيح صحيح يكتب بيده يتعلم الخط يتعلم الرسم يتعلم كل شيء فعلا أم كروان شكرا لك ولرأيك اللي أديتي به ولاتصالك دكتور كريم سمعت المتصلة أم كروان ورأيها شنو رأيك حابة تعقب على اتصالها ورأيها بهذا الموضوع وتأيدها طبعا يعني أكيد طبعا اليوم السيدة المحترمة أم كروان المشكورة على اتصالها يعني ذكرت الواقع اللي حقيقة احنا نشوفه يعني خلينا نضربك مثال آخر حسناء زين طيب لأنه هي المسألة اليوم يعني في السابق يعني كان المفتش التربوي لما يجي يزور المدرسه الفت وزنه الفت احترامه الفت قدسيه ليش؟ لان المفتش كان قبل يعني يختاروه من ضمن يعني افضل ما موجود من ناحيه العلم من ناحيه الثقافه من ناحيه كثير من هذه المسائل فتشوف كان المفتش بالسابق لما يجي يزور المدرسه المفتش التربوي الفت حضور الفت وزن اليوم للأسف البعض أكرر وأقول اختلف الواقع اختلف اليوم المفتش يجوز يجي يزور المدرسة ما يهمه يعني مجرد يجي يحضر هيك يباوع ويطلع دكتور أنا حابة أعرف منك سبب هذا الاختلاف أنا دائما أسأل هذا السؤال ما حد ما يعطيني جواب كافي وشافي ووافي شنو الاختلاف ليش كل ما نتقدم الأمور تكون بسوء أكثر وأكثر شنو السبب طيب أنا أجاوبك بكل أنا دائما أقولها حسناء إحنا اليوم مشكلتنا في الوطن العربي وخصوصا بالعراق بأنه أصبحنا مهتمين بالمادة هذا شيء عكسنا خلي جي نتكلم تنمية بشرية وبرمجة لغوية عصبية طيب لما أجي اليوم أنا أتمسك بالمادة طيب إذا صار عندي الإيغو إذا ارتبطت بالإيغو اللي أنا مالتي يعني أبدأ أفكر بنفسي المهم اني يصير عندي وعوف الامور المهم اني اكل المهم اني اشرب المهم اني 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 الى ما لا نهايه من تركز على الاني انتهى كل شيء سقط كل شيء انتهى اصبح الفساد اصبح عدم التركيز اصبح الاهمال كل شيء مباح ليش لانهم ان نحن تختفي نحن ما أنا وجود النحن نفكر بالإيغو لو ما أنا اليوم أجي على سبيل المثال أجي أفكر بدل ما أفكر بنفسي أفكر بالمدرسة اللي أنا أشتغل بيها ومصلحة الطلاب أنا متأكد مثل ما اسمي كريم راح تنعكس الآية جملة وتفصيلة ليش؟ لأن راح يصير التفكير جمعي راح يصير المصلحة العامة راح يصير المنفعة الجمعية يعني ما افكر بس بنفسي انا فقط ما افكر بنفسي بانه اجي انا اخذ راتب ما ادري كم مليون او اكو ناس فقراء ما عندهم رغيف الخبز ما ممكن ما تشتغل خلي اعطيك مثال عملي اعطيك انا يعجبني جدا اخذ الامثله العمليه طيب ناخذ سويسرا احنا سمينا نقارن يعني العراق بسويسرا
بقدر ما ناخذ فقط صوره يعني كيف هنا عندنا في سويسرا. سويسرا سويسرا كل مواطن سويسري إلى مضمون كل شهر راتب معين سواء اشتغل او ما اشتغل. إلى مضمون راتب معين يكفي فيه اموره. يعني ماكو جوع. يعني ماكو مرض. طبعاً. يعني ماكو فقر. ليش؟ لانه الجميع مغطى من قبل التامين الصحي. يعني سواء كان رئيس الجمهوريه، ما عندنا رئيس جمهوريه، احنا عندنا رئيس الكونفدراليه وهو يعني مجرد يعني مركز يعني هيك رمزي. ما إلا يعني ما إلا بالواقع، ما إلا بالواقع. فاليوم ان شاء الله نتكلم عن هذا الموضوع عبر قناتنا. طيب ان شاء الله. طيب فاللي يصير بانه رئيس الكونفدراليه يجوز تلقي ويا المواطن العادي بنفس المستشفى. موجوده. ليش؟ لانه الكل يتمتع بتامين صحي واحد على مستوى معين واحد. فتشوف اليوم يعني حتى الزعماء السياسيين من يجون يتنافسون بالدعايات الانتخابيه مالتهم، شو اسم موضوع التنافس؟ انا اشتركت بالمناسبه بالعمليه السياسيه السويسريه، يعني ترشحت للبرلمان السويسري بسنه 2011. شنو اللي يصير؟ اللي يصير بانه التنافس مالتهم يا هو اللي يقدم اكثر للمواطن. ما يجي اليوم السياسي يقول انا مثلا من ملة كذا او انا كاثوليكي او انا ارثوذكسي او انا بروتستانت او انا من المنطقه الايطاليه من سويسرا اللي تنطق بالايطاليه او انا من سويسرا اللي تنطق بالفرنسيه. لا، هذا غايب عنهم. من يجي اليوم يتنافس يجي يتنافس ما هو الافضل تقديما للمواطنين. يعني كل واحد يجيب مشاريع يقدمها للدوله حتى شنو؟ حتى يفيد المواطن. اليوم احنا هذا واقعنا العربي غير موجود، وايضا العراقي صح للاسف ما موجود. ولذلك عودا الى سؤالك، كل هذه المشاكل اللي نعانيها هي بسبب الآن، هي بسبب اريد تصير عندي، اريد املك، اريد وبعدين يعني انا اللي اطرحه وبعدين، بعدين واقعنا الدراسه بهذا الشكل. بالمدارس تنتشر الاسلحه البيضاء، تنتشر المواد المخدره، ينتشر العنف، ينتشر عدم الاهتمام وما الى ذلك. طيب لما تجي انت يعني تجي يعني المضحك في هذا الامر حسنا. المضحك بانه انت لما تجي الولي الامر زين تقول له يا بنت تعال يا استاذ احنا مسكنا ابنك عنده سلاح ابيض على سبيل المثال. زين. فما هو ردك؟ يقول ها لا وما متقصد. بس لما يجي يتكرر مره ثانيه والتزمه تدريش يقول حسنا؟ يقول والله مثلا يريد يحمي نفسه لانه عندنا تهديد عشائري. هاشم موجوده؟ طبعا طبعا موجوده. حتى يحمي نفسه من قبل الاخرين. شنو هالحجه القبيحه يعني عجيب. لا يعني موجوده اليوم للاسف اصبح واقعنا بهذا الشكل. للاسف. يعني سواء شئنا ام ابينا اصبح واقعنا بهذا الشكل. بالمناسبه لما تصير مشاكل بين 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 مثلا طالب وطالب تصل الامور الى الى الى, إلى, إلى, إلى العشائر. ها ما انتهينا. يعني نعم صارت الامور على طالب، هذا المطالب يروح يقول للاهل، هذا يقول روح جيب عمامك جيب عمامي، وصارت مساله عشائري. صح صح موجوده واقع. طبعا طبعا فعلا للاسف. هسه احنا نشوفها بالشارع، نشوفها بالشارع. احنا اليوم اقل مشكله معينه روح جيب عمامك جيب عمامي. فكيف بال 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 بالمدرسه؟ وبالمناسبه اليوم يعني حتى الاساتذه بعض الاساتذه يعانون حقيقه من ضعف تطبيق القانون من تنمر الطلاب عليهم، لانه هذا الطالب يحتاج مثلا اذا كان حتى بالمدرسه الاعداديه، يعني هذا الطالب يجي يهدد الاستاذ يهدده طبعا. يهدده يا اما بالتصفيه يا اما يقول له اجيب لك عشيرتي. موجوده صارت حالات. صح موجوده. صح صح. ولذلك كل هذه الافرازات اللي جاي نعيشها هي بسبب تعلقنا بنفسنا. احنا نسينا الاخرين، نسينا بانه نشتغل للاخرين، نسينا بانه ورانا قد 70 80 90 100 سنه. وبعدين وبأطرح على نفسك هذا السؤال، وبعدين كل اللي اخذته وكل اللي ملكته وبعدين وين تريد توصل؟ بالضبط بالضبط. يعني انا اللي اطرحه بانه اتمنى بانه كل من يشاهدنا يعني يعني يا احبتي والله انا اريدكم كل الخير مثل ما اريد الخير لنفسي لكم كل الخير. صحيح. حرر عقلك، حرر عقلك شويه. يعني اليوم البلد اذا يكون بلدك جميل ونظيف تتباهى به تتنومس به مثل ما موجود في بلدان اوروبا وسويسرا. تتباهى به اذا يكون بلدك نظيف او يكون بلدك منظم او يكون مثلا جوازك
يعني جواز معترض. ليش لا؟ ليش لا؟ طبعاً. يعني ما ناقص احنا في شيء، عندنا الخبره وعندنا العلم وعندنا الثقافه، مهيئين. كل شيء موجود عندنا فعلا فعلا والله صح. احنا ارض خصبه، ارض خصبه، يعني بس اجي اطبق الامور بشكل صحيح. اجي اطبق مثلا، يعني اضرب على سبيل المثال، يعني ليش مثلا اليوم الجواز العراقي البلدان اللي يدخلها بلدان قليله جدا، يمكن 28 بلد، يعني صنف بانه اسوء جواز في العالم. ليش؟ للاسف لانه يقيسون عده جوانب، الحاله الاقتصاديه، الحاله السياسيه، وحتى الحاله الاجتماعيه. طيب انا ليش ما اجي اطور هذا الجواز مالتي حتى اطلع اشوف العالم، اطور نفسي؟ ليش لا؟ يعني ليش لا؟ يعني عودا، حتى لا نطلع عن الموضوع حسنا، عودا بانهم طيب. اليوم المدارس احنا تتاثر بنفس الطريقه، بس ما متاثر ال 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 الجانب الاقتصادي متاثر، الجانب الاجتماعي، الجانب الثقافي ايضا، المدارس متاثره بنفس الطريقه. طيب دكتور، عذرا على المقاطعه، عندنا اتصال. منال من الاربيل. صباح الخير. يا منال. صباح النور حبيبي. يا اهلا وسهلا بك. سلام عليكم. صباح الخير يا مرحبا. تفضلي منال. سلام عليكم دكتور. يا مرحبا، صباح الورد. اهلا وسهلا. طبعا انا معلمه بالكادر التدريسي، وعندي موضوع كلش مهم بخصوص هذا الديفي والطلاب اللي بيداومون، اللي اشوفهم انا يعني متواصله وياهم. زين. والله العظيم يعني كارثه. يعني التدريس الالكتروني كارثه. ما اوصف، يعني اني قبل اسبوع راح احكي لك دكتور حاله، وشوف حجم الدمار اللي احنا متقدمين عليه. اذني بدات توجعني، فرحت الطبيب اخصائي طبعا من عمالقه الطب في الموصل، اسمه الدكتور علي عبد المطلب. طبعا فتت للعياده معه بالاستراحة، مخلي صورة لجماعة الأطباء الجراحين بالعراق. فأني وقفت يم الصورة أضاوع عليها. قال لي زوجي ليش بتدحين؟ قلت له أني أتدحق أشوف منو اللي راح يقود العراق بعد هذولا إذا ماتوا. يعني شوف حجم الكارثة. يعني ما اعرف انا الاطفال اللي عندي مستواهم والله العظيم، والله العظيم مستواهم ما اقول لك واحد، والله تحت الصفر. يجي محضر بما اني ادز له، هو اني اقول له احفظ هذا، يجيني حافظ ويجي على الدوام. ما عنده غير، ما عنده خلفيه، ما عنده شنو اني ليش هذا الموضوع انطيته هو. مجرد ان نسخ لي مثل ما اني ادزه على الكتروني، مثل ما اني حكيت يجي يطبق فقط، بدون يعني والله العظيم اختصر لك، هي علم بدون ثقافه مستحيل. يعني راح يطلع الشعب والجيل القادم راح يطلع مجرد نسخ، لا طبيب لا مهندس، كل شيء كل شيء. اني معلمه واني اختصر لك هذا الموضوع. والله اكيد اقول هاي اذا راحت هاي الاطباء منو اللي عوضنا؟ باكر اني وانتي وغيرك وانتي ودكتور انت واولادك، منو اللي راح يقوم بهذا البلد؟ والله حاله تبكي، والله العظيم والله تبكي. اني معلمه ما اقدر اتجاوز، يعني مو اتجاوز بالمو زين، اريد هذا الطالب استوعبه، اقول له تعال ابني اني معلمتك، اني امك الثانيه، أنا لازم أربيك بعدين علمك. ما أقدر، القانون ما مخلي لي فرصة للتعامل مع يعني التلميذ. إذا أقول له لا ما يصير بيجي، تصير علي ثورة تصير علي. وأني معلمة، أني ذاك اليوم أنا شفت المعلمة مالتي مسكتها بشت إيدها، والله العظيم طالعة تقاعد معلمتي، أخاف أقول لها أنت خليتيني ما أعرف وصلتيني المرحلة أشكرك عليها. زين أني هسه أنا إيش قدمت له؟ أني معلمة هاي سنتين، أني إيش قدمت لهذا التلميذ؟ بالإضافة إلى إنه ما أقدر أحكي. والله دكتور حديثتي أنت
اريد من خلالكم يعني توعون الاهالي التدريس الالكتروني، اللي يعرف اللي عنده امكانيه اللي يعرف يقعد يعوف الموبايلات، خاطر الله يعوفون يقعدون الاهالي. هذه اكبر كارثه. انت يا اب يا ام ماذا تشوفين ابنك مستوى؟ ما تقولين اني باشر احتاج الطبيب، احتاج المهندس يعمرني، احتاج صح. ليش احنا الى الأسوأ؟ ليش احنا الى الأسوأ؟ صح. ليش الام ما يمسكه؟ انت روح مثل ما قلت لك المعلمه، يلا فوت على الدرس، احضر الدرس واطلع. يجيني الطالب انا اتعمد اقول له زين انت يعني راجعت انت ويا امك قاعد لاست اني حفظت وجيت، زين انت شلون حفظت؟ والله يا دكتور انا ما اعرف هذا يعني احنا الى أسوأ والقادم أسوأ، اذا ظلينا هالشكل والله القادم أسوأ، ما راح نقدر لا نعمر ولا نتقدم، مستحيل نتقدم على هذا الجيل، جيل الموبايل وجيل الهاي مستحيل نتقدم، استعماله غلط. وبالإضافة إلى أناشد الوزارة تخلي قانون، قانون يحمي المعلم. المعلم آلي كنت الطالبة مرة نسيت دفتري ضربتني راجدي أم العربي إلى حد الآن، آلي أطلع هويتي ما أنساها، هويتي إجد ما حريصة من الراجدي أخذته منها على مدة نسيت دفتر، أنا ما أقدر هسه طالب إلا طلاب أحكي وياهم يقفوا بوجهي قل لي انتي شيء يعني ما يعجبني مدرسة أهلية إذا انتي ما تحبين يابا أنا مو مقصد أحبك، أنا أريد أعلمك قل أنا رح مدرسة أهلية باشر بابا يوديني مدرسة أهلية يعني أنا ما أفهم إنه هذا الوضع اللي إحنا فيه عاجب الأهالي مع احترامي لبعض الناس يجون يقولون لا أقصوا عليهم والبعض الآخر يعني دكتور والله العظيم 2% من الطلاب اللي أنا أشوفهم يساعدونه أهاليهم والباقي اعتمدوا على الموبايل يفوت الطالب والله ما أقدر أحكي الأزيد والأكثر مبين الكتاب واضح في العنوان. أنت أكيد يعني شرحتي كل المعاناة منال، شكرا لك ولاتصالك ولرأيك ونتمنى تواصل مناشدتك للجهات المعنية. يعني دكتور كريم شفنا كم من المعاناة من خلال المتصلة منال، والكارثة هي من الكادر التدريسي وعلى اطلاع مباشر بالمعاناة اللي تصير بالمدارس. فيارات لو نسمع منك تعليق أخير لأن للأسف الوقت داهمنا، تفضل. حقيقة يعني مثل ما تفضلت السيدة الكريمة الأستاذة منال المحترمة، يجب الوقوف بشكل عملي وبشكل فعلي على هذه الظاهرة، يجب أن نرتقي الطلاب، يجب أن نأخذ بإيديهم، يجب أن نساعدهم، يجب أن نضع القوانين المناسبة اللي تحمي الطالب واللي تحمي المدرس واللي تحمي المجتمع. إحنا بحاجة يعني هذه النتيجة راح نشوفها مستقبلا، يعني بعد جيلين أو ثلاثة مثل ما قالت السيدة المحترمة الأستاذة منال بأنه راح نحتاج أطباء، نحتاج مهندسين، نحتاج أساتذة. طيب إذا هذا الواقع التعليمي بهذا الشكل، أنا خلي راح أختصر طيب. كل اللي قال أكو صار فد بحث من سنة الموسم الدراسي 2003-2004 سجل عندنا 1,000,000 طالب إلى حد 2018 اللي تخرجوا من الإعدادية. إيش قد تتصورين اللي تخرجوا من ذولا بشكل سليم وبشكل صحيح يعني بدون تلفقات؟ الرقم صادم. اللي قدروا حقيقة ينجحون من ذولا المليون في خلال هذه السنين هم 80,000 فقط، 80,000 فقط طالب اللي استطاعوا أن ينجحون بدون مشاكل وبدون تحديات. موجهة إلى المسؤولين المحترمين، وإحنا أخوتكم وياك، شو تريدون إحنا موجودين، شو تريدون إحنا، وحتى على أعلى سلطة في البلد واللي هو السيد المحترم مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء، يعني حتى نتكاتف كل إحنا، يعني يجب أن نبدي بتصليح الخراب، نبدي بتصليح الواقع المزري حتى ننهض بواقعنا التعليمي وننهض بطلابنا وبعوائلنا وبمجتمعنا، لأنه إحنا حقيقة
نستحق الأفضل أكيد. ونستحق الأحسن، لأنه إحنا حقيقة نستحق. وأختم وأقول هلا هلا بطلابنا وبعوائلنا وبأساتذتنا، وخير الناس من نفع الناس. إن شاء الله توصل مناشدتك ومناشدة المتصلة منال. أنا كلش أشكرك على كم من المعلومات اللي دائما تزودنا بها بكل فقرة اللي هي مخصصة كل يوم سبت بفقرة كل مشكلة وإلها حل. شكرا جزيلا لك ونورتنا، ربي يعطيك الصحة والعافية الدكتور كريم الترابي. شكرا لكم، وشكرا مرة أخرى لقناة الرشيد الفضائية وعلى القائمين عليها. شكرا، تحياتنا لك، مع ألف سلامة. إذن مشاهدين الأحبة، باقين مستمرين ياكم بفقراتنا صباحي، لكن بعد هذا الفاصل.